saniye 71. توافقة من نفسي للسباق وكنت نعرف المنافسات المغربيات جريت معهم ديجا حافظة التكتيك تاعهم الحمد لله قدرت نفوز عليهم. لماذا هذا الفوز؟ لا هذا الفوز سكان بلدية راس الواد وكل ولاية برج بوريريج والشعب الجزائري المدرب تاعي والدي ولي زامي كامل وفيونسي تاعي الحمد لله درت الركور تاعي درت الركور تاع لي جو الحمد لله ميداليه البرونزيه ومانيش يعني فرحانه بزاف بها ولكن كما شفتوا كان الوقت الثلاثي كانت منافسه ذو مستوى عالي كانوا يعني رياضيين هنا كلهم حاضرين ولكن الحمد لله انا حققت نتيجه 4-0-4 وكانت ميداليه برونزيه لها يعني مقتنعه بها ولكن ان شاء الله في المستقبل القريب ان شاء الله تكون اكثر من هذا.